لنقاش ملف الفساد في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. أهلا بكم سيد مصطفى. أهلا وسهلا، حياكم الله. عقب كشف الستار عن قضايا فساد كثيرة في مختلف المؤسسات تورطت فيها شخصيات تتولى مناصب في الدولة، ماذا يمكن أن يحقق هذا المجلس، مجلس مكافحة الفساد الذي أعلن عادل عبد المهدي عن تشكيله؟ هذا المجلس الذي أعلن مؤخرا لن يحقق أي شيء، ولن تتقدم جهود محاربة الفساد إذا كانت هناك فعلا جهود، وهي غير موجودة طبعا. لنفترض أنها موجودة، لن تتقدم خطوة واحدة، لأن الفساد في العراق ليس يعني لا يشبه الفساد في دول العالم على الإطلاق. في العالم يوجد مسؤول فاسد، توجد صفقة فاسدة. في العراق هناك دورة كاملة للفساد، هناك مال سياسي فاسد بيد مسؤول سياسي فاسد يصل به إلى السلطة الفاسدة، وبذلك تدور عملية الفساد. الفساد في العراق يتناسل ويتوالد منذ 16 سنة. كل المسؤولين الذين تسلموا المناصب العليا في الدولة أو في السلطات المختلفة في النظام كلهم فاسدون. لا يوجد أي وزير من الوزراء ولا رئيس للوزراء الذين يعني تداولوا أو تعاقبوا على السلطة في العراق منذ 16 سنة، أو أي مدير عام خارج هذه المنظومة، منظومة الفساد ودورة الفساد الكاملة المتوالدة في العراق. في هذا السياق يرى مراقبون أن مكافحة الفساد تحتاج إلى تغيير شامل للعقلية المنتجة لهذا الفساد، وعبد المهدي ذاته يدرك هذه الحقيقة. ما الهدف الرئيسي من إطلاق عبد المهدي لهذا المجلس في وقت يعجز فيه حتى عن استكمال تشكيلته الحكومية منذ أشهر؟ هذه محاولة لذر رماد في العيون ولتقديم عبد المهدي نفسه باعتباره مصلحا للأوضاع في العراق، ويعني يحقق إنجازات في العراق. في الحقيقة الذي يحصل في العراق كما قلنا هو دورة فساد كاملة، وعادل عبد المهدي نفسه متهم بالفساد وبالسرقات، كما كان سلفه حيدر العبادي متهم بذلك، ونور المالكي من قبل، وإبراهيم الجعفري، وإياد علاوي، وكل وزراء المنظومة الحاكمة في العراق منذ 16 سنة. هؤلاء يحاولون أن يبرزون أنفسهم على أنهم يعني يقدمون إنجازات للشعب العراقي، حريصون على المال العام، وفي الحقيقة هم لم يحموا المال العام ولم يحموا المال الخاص، بالعكس نهبوا أموال الدولة ونهبوا أموال الشعب ونهبوا أموال حتى المواطنين يعني الأفراد. نعم. وهذا جزء أيضا يعني ربما يكون من ضمن الصراع السياسي بين الأطراف المشتركة في الحكم، يحاولون من خلال بعض هذه القوانين أو المشاريع يعني محاولة لتصفية الحسابات فيما بينهم. هذا يقودنا للسؤال سيد مصطفى، إلى أي مدى تتوقع أن يقوم هذا المجلس، مجلس مكافحة الفساد، بالكشف أو على الأقل محاسبة المتورطين في أحد ملفات الفساد، وما تبعات ذلك على الواقع السياسي والصراعات التي كنت تتحدث عنها؟ قلنا أن هذا المجلس لن يحقق أي خطوة إلى الأمام في هذا المجال. العراق لديه ديوان للرقابة المالية، لديه هيئة للنزاهة، لديه مفتشون عامون في كل الوزارات وفي كل المؤسسات الحكومية غير المرتبطة بوزارة، ولديه قضاء كما يسمى، ولكن في الحقيقة لم نجد أي أثر لهذه السلطات الرقابية والقضائية في منع الفساد والحد منه ومعاقبة الفاسدين. حتى أولئك الفاسدين الذين تم القبض عليهم أطلق سراحهم بشكل أو بآخر، أو تمت تسوية أوضاعهم، أو حكم عليهم بأحكام بسيطة ثم جرى شمولهم بقانون العفو العام. وبالتالي هذا كما قلنا ليس أمرا جديا وليس أمرا جديدا. الصراع السياسي بين الأطراف أحيانا يسوى ببعض المشاكل القضائية أو الإدارية، ثم تجري تسويته لاحقا عبر مساومات بين الأطراف المعنية.
ما هي الوسيلة الأنجع برأيكم لمحاربة الفساد الجاري في العراق في ظل نظام سياسي يقوم على المحاصصة والطائفية؟ لا توجد في ظل هذا النظام وفي ظل هذه المحاصصات وفي ظل هذه المساومات أي إمكانية ولا أي بادرة تأمل لمحاربة الفساد. العراق غارق في الفساد، هناك سرقات وهدر للمال العام يقدر بأكثر من 1000 مليار دولار خلال السنوات الـ16 الماضية، وهذا بالمناسبة وضعه الاحتلال الأمريكي أولا في العراق وباشر به عملاء الاحتلال فيما بعد. يعني بول بريمر الذي وضع أسس هذا النظام هو أيضا متهم بالفساد، وبعد ذلك كل الأطراف قامت بنفس هذه الإجراءات فيما بعد، وكلهم يعني كما قلنا غارقون في الفساد. فإذا في ظل وجود مثل هذا النظام لا يمكن على الإطلاق التصور إمكانية الخلاص من لجة الفساد التي غرق فيها العراق. شكرا جزيلا لكم رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.